سالو لي في جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير اموركم مزيانه وكل عندكم وهذاك مرحبا بكم معايا في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم اولا الموديل ديال اليوم استمتعت بزاف وانا كنصاوبو وعجباتني النتيجه بزاف 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 خديت هاد الشميز هادي ديال الرجال اولا ان صح التعبير ديال العرسان أه... التوب ديالها واعر ما تخيلوش كي دايره البنات غزال وفيها الديتاي هذا من الصدر بحال التنيات عجبني أه خاصها غير تبدل وخاصنا غير ندورو ليها بالحاله باش نردوها شميس ديالنا البنات وندوزو للخدمه اول حاجه درت حليت ليها الكول ديالها ديك الخياطه اللي كتكون في ديك, في ديك الدوره ديال الكول من الفوق هذيك هي اللي غادي نحلها حيت آه غادي نحتاج انني نحيد من وسط منهم داك دوك الجوج تنيات ديال الكول نحيد من وسط منهم واحد الدوبلور كنديرو في الكول ديال الرجال لكي كيكون قاصح بزاف ماشي فيزلين كيكون قصح من الفيزلين بحال الكرتون هذا كنديروه في الكولات ديال ديال الرجال باش كيبقاو واقفين اه ما ما كيكونوش طايحين بحال الكولات ديال ديال البنات من بعد غادي نحيد هاد الليقه هادي ديال الكميمات حتى هي ما غاديش نحتاجها غاتضرف حالات التحييد وغادي ندوز باش نحيد هذا الدوبلوغ هذا اللي وريتكم اه هذا انا كنوريكم دابا كيفاش داير راه فريمون قاصح راه بحال الكرتون يعني مستحيل كنت غادي نقدر نخدم في في, في الكول وهو كاين غادي نقطعو نحيدو في مرة عاد غادي نبدا الخدمة ديالي وعاد غادي نوريكم شنو غادي ندير في الكول غير البال لا تقيسو الكول من الداخل تبقى لكم ديك التقطيعة هكاك مفضوحة وغادي نحيد هنايا هداك القنت ديال الكول اللي كيتسنى من القدام غادي نحيدو من الجوايه بجوج وغادي ناخد هاد الترياش هذا اللي في اللون بيض غادي نشدو غادي نثبتو في, في الكول يعني غادي غتجيكم القضيه سهله حيت ديجا الكل مفيني ديجا متني غادي تشدو غير هذاك الترياج غادي تخشيوه الوسط وغادي ديروا داك الثنيه ديال سنتيم من هاد الجهه وسنتيم من هاد الجهه وغتبقاو تكمشوا داك الترياج بشويه بشويه, بشوية ما تحتاجوش دوزوا عليه بطريقه واسعه وعاود عاد ثبتوه بيديكم حيت ما غاديش نديروا بليات اللي هما كثارين من بعد غادي ندوز هنا الكميمات هذيك الفتحه ديال ديال الكم غادي نسدها حيت كما قلت لكم ما غاديش نخلي لكم محلول غادي نسدها وغنركب ليها حتى هي هاد الترياش هذا من التحت بلاستيك ديالو هنا من بعد ما صافي قديت ومضيت وسالات العمليه كنوريكم كيف جات في الشكل ديالها عاد دابا غادي نوريكم شنو غادي نديرو في هاد الشميس باش غادي نبدلو ليها الشكل ديالها الشكل اللي هو بنوتي خديت هاد الترياش هذا في الاحمر وغادي ناخد هذاك البي هذا في هذا اللون الاخضر او لا لقيتو غالق يكون حسن آه غادي نقطع منه طريفات اللي غادي نتني البي على جوج هو ديجا كيكون نتني سنتيم من هنا وسنتيم من هنا غادي نعاود نتنيه وغندير واحد الفتيحه بحال هكا صغيره في جيك الكتف غادي نخشي من هذاك البي باش ما يبقاش ليا داك العيب ديال داك التشنتيف ديالو هكاك خارج باش يجيني كلشي مفيني غادي ندخلو في الكتفات من الداخل وغادي نثبتوه وهو غادي كيتموج ما غانديروش نيشان باش ما تجينيش المنظر ديال هذيك الطريزه اللي غادي ندير يجيني حاد في العين غادي نديرو موج بحال العريش ديال ديال الوريضه غير هو ملي تكونوا كتثبتوه ما تبقاوش تجروا البي على على ما تجبدوش البي باش ملي تدوزوا عليه الماكينه ما يبقاش لكم مكمش في وسط من وسط من القميجه خليوه مرتاح عاد ثبتوه بالفنايت من بعد غادي ناخذ هاد الترياج الاحمر وغادي ناخذ الخيط والبرة نضب لهم على اربعه وغادي نبدا نخيط من التحت ديال داك الترياج باش يكون ليا واحد الوريضه وانتم كتحكموا في هذاك الحجم او داك الطول ديال الترياج بغيتوا الوريضه صغيره ديروا الترياج صغير بغيتوا الوريضه تكون كبيره ديروا الترياج كبير وانما ماشي كبيره كبيره بمعنى انها كبيره في في الحجم ديالها غير كبيره في داك ال... في دوك ال... الطيات ديالها ولا داك مش اللي فيها هذه درتها شويه كبيبره هي اللي غادي ندير من التحت وغادي ندير وحدين عاوتاني اخرين صغيورين غيكون الترياش عاوتاني قليل أه كما قلت لكم غادي نجر الخيط باش تشكل لي هذيك الوريده اللي بغيت وعاد غادي نثبتها بالبرا والخيط هنا علاش قلت لكم الخيط يكون مضوبل على اربعه باش ملي كنخيط هذيك هذيك الوريده دوك البليات الى ما كانش الخيط صحيح كيبدا يطرطق الخيط دونك ما نستافدو حتى شي حاجه غنديرو الخدمه ونعاودو عاوتاني من جديد اللهم دوبلو على ربعة باش تخدمو نيشان مرتاحين وعاد غادي نوريكم من بعد انا دابا وريتكم غير الشكل كيفاش تشكلوا الوريده عاد نوريكم فين غادي نحطو هذوك الوريدات اللي صاوبنا من بعد غادي ناخذ نفس البي وغادي ندير عاوتاني واحد التقيبه من جهه التركيز باش نخشي البي لداخل ويجيني مفيني وغادي نثبتو بطريقه تا هو يكون بطريقه موجه باش ما يجيش داك الخط ما يجيش هكا لكن خط نيشان كيجي شويه مقنط في العين اللهم ديروه بطريقه اللي تكون مايله باش يعطينا داك الشكل ديال ديك الوريضه اولا داك العريش اللي لاصقين فيه دوك الوريضات وهنا البيي غادي نساليه في الوسط ديال الا كان عندكم بحالي الشوميز عندكم بحالي عند هذيك داك الكاش ديال ديال الصدايف حاولوا انكم ما تخيطوش فوق منه خيطوا من تحت منه ويبقى داك الكاش هكا كي يعني يبقى مسيباري على الجهه ديال ديال الفتحه ديال الصدايف من بعد هنايا البي غادي نحطو في الجهه المقابله داك العريش اللي بديت في الاول باش تجيني ملي نسد الشوميز يجيوني دوك العروشه بحال غاديين من هاد الجهه العرش بادي من جهه اليمين ومكمل في الجهه ديال اليسار هنايا راه كتشوفوني كنسد الشوميزه وكنقاد باش نجيب هذاك العرش مع اخوه غادي نيشان ما يجينيش عوج هنا ندوز باش غادي نصاوب هاد الوريقات هادو بحال بحال الوريقات ديال الشجر صوبتهم بالبينيت خديت هذاك البي الخضر وقطعتهم بشكل ديال ديال الوريقه اه ما ما صعيباش بزاف البنات راه هي تاخذوا المقص و يعني ديروا هذاك الشكل اللي بغيتو من بعد غادي ناخذ البريكه وغادي نحرق في جنيبات ضروري ومؤكد راكم عارفين التوب ديال البي ولا التوب ديال ساتان كامل تي تيتشنتف تيولي حالته ما فيه ما يتشاف الا ما درتوش ليه لما حرقتوش بالبريكه باش كي بحال انا كنسمي البريكه السورجي ديال ديال هاد التواب هادو كدوزي عليهم البريكه صافي كلشي تيتفينا عاد غادي نبدا نصاوب نشوف فاش نشكل هاد الوريقات غادي نبدا نصاوب كل عريش نحط فيه وريقات ديالو على حسب الحاجه ديالي دوك دوك الوريقات هنا من بعد ما كملت ليهم الخياطه كما كتشوفوا دوك الوريقات درت ليهم ديك الخياطه ديال الشكل ديال الورقه ديال ديال الشجره وراكم كتشوفوا كيفاش دوك التموجات اولا داك الميلان اللي درنا في دوك في دوك العريشات ما جاش حاد على العين دابا عاد غادي نبدا نشكل هذوك الوريدات اللي درت غادي نبدا نشكلهم ونحطهم كيف ما شقات لي انا وكيف ما بغيت وفين ما بغيت حطيت وحيده هنا من جهه الكل وحيده اخرى غادي نحطها من الجهه الاخرى ديال ديال ديال, ديال الشوميز نتوما ليكم الاختيار البنات بغيتوا تخدموا بهذا الترياش هذا الاحمر خدموا به بغيتوا ديروا اه توب احمر عادي تكفوه من الجناب وتشكلوا به هكا بنفس الطريقه كيف ما وريتكم انا فضلت صراحه انني ندير هذا الترياش هنا كما كتشوفوا هاد الوريده هادي درتها غير صغيوره باش يجيني حليل وسط وسط الشوميز وغادي ناخد هاد الوريقات هادو غادي نلصق وريقه من من في الجنب ديال ديال الشوميز تليمن وريقه تكون من الجهه الاخرى باش يعطيني داك الشكل ديال هكاك الوريده دابا غادي نلصقهم كاملين وغادي نخليكم مع الشكل النهائي ديال الشوميز في الاخر ديال الفيديو البنات ما تنساوش ليا لايك ديالكم وتشاركوا في لاشين وفعلا جرس راس باش يوصل لكم اي حاجه حتى جديده فريمون هذا الموديل هذا كنت كنستمتع وانا كنصاوبو وجا غزال جا زوين جات شوميز تقول اه بلي راه مشريه ومشريه بالثمن نتمنى ان الموديل يكون عجبكم جربوه راه بحويجات بساطين كنديروا بزاف ديال الحوايج زوينين اه لي كومونتير ضروري نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باي باي thank you